أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص. ضيفنا لهذا اليوم هو رئيس حركة النهضة الجزائرية الأستاذ محمد ذويبي، ينضم إلينا من العاصمة الجزائر. مرحبا بكم أستاذ ذويبي على شاشة التلفزيون العربي. أعلنتم الشهر الماضي رفقة حزبي البناء الوطني والعدالة والتنمية تشكيل ما دعيتموه الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء. ما الهدف من هذا الاتحاد؟ بداية نتقدم بالشكر الجزيل لكم ولجميع متابعين قناة العربي وتكرمكم بهذه الدعوة المباركة. أعتقد أن الساحة السياسية في الجزائر تحتاج إلى مبادرات وتحتاج إلى مشاريع وتحتاج إلى أفكار حتى يكون هناك الجديد، وخاصة ونحن على أبواب استحقاقات سياسية هامة منذ 2012، والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تطور فكرها وتعمل بمبدأ التحالفات السياسية، وقد أصبح هذا القاموس ودخل هذا المصطلح، مصطلح التحالفات السياسية، قاموس الساحة السياسية الجزائرية. التحالفات أهدافها هي أهداف سياسية وطنية، المحافظة على الجزائر، المحافظة على وحدة الشعب الجزائري واستقلالية ترابه، المحافظة كذلك على المكتسبات والعمل على كسب رهانات جديدة، نعم، والتغلب على التحديات الكثيرة التي تشهدها. نعم، هذه عناوين عريضة للغاية أستاذ ذويبي. يعني هل نفهم منها لو سمحت أن تحالفكم هذا ليس تحالفا تكتيكيا من أجل خوض الانتخابات في مايو أيار المقبل، وإنما تحالف استراتيجي سيمتد إلى ما بعد الانتخابات؟ طبعا أخي الكريم، تحالفنا هو استراتيجي، ولكن هو كذلك تحالف انتخابي، لأن الانتخابات على الأبواب، ولا يمكن لهذه الأحزاب السياسية أن تكون بعيدة عن هذا الاستحقاق الوطني. فنحن نبدأ بإذن الله عز وجل خوض غمار هذه الانتخابات بقوائم موحدة عبر كامل التراب الوطني وفي الدوائر كذلك بالخارج، ثم بعد ذلك نستمر في هذا العمل وفي هذا التحالف ونبقى نبني هذا التحالف حتى نصير يعني شيء واحد في المستقبل، بناء على قناعات فكرية وبناء على قواسم مشتركة في البرنامج السياسي، وبناء كذلك على المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق هذه الأحزاب السياسية. فالساحة السياسية الجزائرية كما قلت قبل قليل تحتاج إلى ديناميكية أخرى، خاصة ونحن نعلم أن العملية السياسية والانفتاح السياسي في الجزائر شابه كثير من التحديات، نعم، وأصيب بكثير من التشوهات. لذلك هناك عزوف للمواطنين من العمل السياسي ومن الانتخابات، نعم، لكن المواطن دائما ينتظر مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن تحقق له أماله في الحياة الكريمة، في الحريات، نعم، في الخدمات، في كل ما يهمه في حياته في الجزائر. ذكرتم أن تحالفكم هذا استراتيجي وسيمتد إلى ما بعد الانتخابات، لكن ما الضمانات أستاذ ذويبي أنه سيستمر بالنظر إلى تاريخ طويل من التحالفات بين الأحزاب الإسلامية وغيرها، انتهى عقدها إلى الانفراط كما تعرف. لماذا هذا التحالف يختلف عن سابقاته؟ أخي الكريم، صحيح أن فيه كثير من الإيجابيات وفيه كثير من السلبيات في التاريخ، لكن نحن نثمن هذه الإيجابيات ونتجنب هذه السلبيات. الفكر يتطور، الحياة تتطور، الأهداف كذلك تختلف من مرحلة إلى مرحلة. فإذا كان بداية العمل السياسي وبداية العمل التربوي والاجتماعي والثقافي في الجزائر له أهدافه في مرحلة ما، وهو الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية من لغة عربية ومن إسلام ومن أمازيغية، أعتقد أن الأمر كذلك يتطور اليوم في هذه المرحلة لكي نصل بأعمالنا ومشاريعنا إلى حياة سياسية قادرة على استيعاب يعني كل تناقضات
الماضي واختلافات الماضي، ولكن قادرة كذلك هذه المشاريع على استيعاب المواطن وهموم المواطن الجزائري والتكفل بهذه الانشغالات، لأن الحياة السياسية هي برامج فالأصل أنها تخدم الوطن وتخدم المواطن. ولذلك رغم كل يعني سلبيات الماضي، لكن هناك كذلك إيجابيات وهناك دروس من الماضي قد استفاد منها الجميع، ونحن نتطلع إلى المستقبل وأهداف المستقبل مستفيدين من دروس الماضي. طيب، وهل ستتطلعون أيضا إلى ضم بقية الأحزاب الإسلامية الجزائرية إلى تحالفكم هذا؟ المعروف أن هناك تحالف آخر يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، أعلنا بدورهما انصهارهما في تحالف واحد. لماذا لا نرى كل الأحزاب الإسلامية الجزائرية تحت راية واحدة؟ نعم صحيح، هناك القناعة قائمة وهناك الإرادة قائمة أن تكون هذه الأحزاب شيء واحد، خاصة وأنها تنهل من منبع واحد وكلها تنتمي إلى مدرسة الوسطية والاعتدال وإلى الفكر السياسي المتطور وإلى الاندماج في المجتمع. هذه الأحزاب السياسية ليست بعيدة عن المجتمع وليست جماعات منغلقة على نفسها، بل هي أحزاب سياسية يعني تعيش مع المجتمع وتعرف انشغالات المجتمع وهموم المواطن. صحيح هناك اليوم تحدي، ربما تحدي الوقت الذي هو عائق لإيجاد ربما صيغة للدخول في الانتخابات القادمة للدخول في الانتخابات القادمة بقوائم واحدة، لكن هناك إرادة وهناك قناعة أن يستمر العمل ويستمر التنسيق. نعم. ما الذي يحول دون ذلك يعني حتى الآن أستاذ؟ لكي نكون يعني في شيء واحد. نعم. أستاذ محمد ذوبي، ما الذي يحول حتى الآن دون تشكل تكتل إسلامي واحد من كل الأحزاب الجزائرية الإسلامية؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟ أخي الكريم، هو هناك ثم العمل يعني بدأ ثم من منذ 2011 وقبل 2011، لكن العمل كلل بتحالف انتخابي في سنة 2012 وكانت تجربة رائدة هي التي فتحت اليوم يعني الأبواب وأكدت القناعات وكسرت كل الحواجز الخفية والوهمية أمام هذه الأحزاب السياسية. عشنا طيلة 5 سنوات في كتلة واحدة بنفس الروح وبنفس التعاون، وليس هناك حتى أصبح ليس هناك يعني فرق بين نواب هذه المجموعة النيابية التي تتشكل من 3 أحزاب، لكن دعنا نترك يعني الوقت. نعم. يعني لهذه المشاريع حتى تبنى بناء سليما وحتى تناقش يعني في أطر مؤسسات هذه الأحزاب، وما ينتظرنا في المستقبل كثير وكثير جدا. طيب. والقناعة كما قلت موجودة والإرادة موجودة، قد نلتقي يعني وقد نتعاون في هذه الانتخابات على مستوى تنسيق المراقبة الانتخابية وعلى مستوى العمل الميداني المحلي، وقد نسير ربما وننظم انتخابات محلية يعني مشتركة، ونبدأ ثم بعد ذلك في العمل في البناء الفكري والسياسي والتنظيمي لهذه الأحزاب التي هي في الحقيقة كما قلت تنتمي إلى مدرسة واحدة وإلى فكر واحد، ولها نفس الانشغالات ونفس الهموم، لها نفس الروابط، ولها كثير. نعم. مما يجمعها وما يفرقها قليل. طيب، بالعودة لموضوع الانتخابات الذي قلتم إنه الهدف أو أحد الأهداف الرئيسية من اتحادكم الذي أعلنتموه مع حزبين آخرين، ما الذي تأملونه من هذه الانتخابات؟ أن تحققوا مثلا اكتساحا لمجلس النواب أم ماذا؟ أخي الكريم، ثم العمل السياسي والنضال السياسي هدفه التواجد في مؤسسات الدولة، وخاصة تواجد مؤسسات الدولة المنتخبة التي تكون فيها الإرادة الشعبية هي التي تقدم من يريد أن يخدم هذا الشعب وفق البرنامج المطروح وفق الرؤية المطروحة. لذلك هدفنا في هذه الانتخابات وبهذا التحالف هو أن نجمع هذا الوعاء الذي كان مشتتا، وأن نستغل هذه الفرصة وهذه المحطة ونقدم يعني أفضل ما عندنا من كوادر ومن إطارات لها الكفاءة ولها اليد النظيفة حتى تكون في
مؤسسة الدولة وفي مقدمتها المجلس الشعبي الوطني الذي له دور التشريع، تشريع إصدار القوانين، وله كذلك دور الرقابة على عمل الحكومة. هذا الذي نطمح أن نصل إليه، أن نكون رقما سياسيا فاعلا في الساحة السياسية الجزائرية. هل تسمح تركيبة السلطة الحالية أستاذ ذويبي لكم بأن تكونوا ذلك الرقم الصعب؟ هل الآن الجزائر ديمقراطية مكتملة ستجرى فيها انتخابات نزيهة ويسمح لمعارضة حقيقية بأن تعارض السلطة؟ أخي الكريم، سؤالك وجيه وموضوعي جدا. السلطة هي اليوم ثم في السلطة، ولها أدوات كثيرة وتريد البقاء في السلطة، لكن المسؤولية الملقاة على كل غيورين وعلى كل وطنيين في الجزائر بكل توجهاتهم الفكرية والسياسية تفرض عليهم التواجد في الساحة السياسية والنضال وفق الدستور الجزائري وبالقوانين الجزائرية وبالطرق السلمية، بعيدا عن اليأس والقنوط وبعيدا عن العنف. الدستور الذي تقول كثير من المعارضة أستاذ ذويبي لو سمحت لي، الدستور الذي تقول كثير من أحزاب المعارضة إن السلطة فرضته فرضا على الشعب الجزائري، تريدون العمل وفق هذا الدستور الذي قيل أيضا إنه فصل على مقاس النظام؟ طبيعي جدا أن السلطة تفصل الدساتير وتصيغ هذه الدساتير وفق أجندتها وفق رؤيتها بطريقة انفرادية، لكن ما هو موجود نستغله، وما هو موجود في القانون نستغله. ما هذه هذا هامش الحرية الموجود عندنا نعمل على تطويره، ولذلك نحن كل مرة نناظر ونطالب بالتحسين وبالتغيير حتى نصل إلى منظومة دستورية ومنظومة قانونية تسمح بحياة سياسية متعددة وبديمقراطية حقيقية وبالتداول مع السلطة، لأن السلطة يعني رغم ما تملكه من إمكانات ورغم إرادتها للبقاء في السلطة كذلك لها تحديات، ويجب أن تقرأ الواقع السياسي الجزائري والواقع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر قراءة سليمة، وأن تتخذ من الإجراءات وأن يكون لها من الخطوات ما يجعل المواطن يساهم ويشارك وهو حجر الزاوية في العملية السياسية. لذلك دعونا ونجدد دعوتنا للسلطة أن تستغل هذه المحطة وأن تجعل صوت المواطن حرا وأن تحترم هذا الصوت عبر صناديق الاقتراع. نعم، ولكن أستاذ ذويبي ألا كلامكم هذا لو سمحت لي نعم كلامكم هذا ألا يعد تراجعا كبيرا عما طالبتم به عام 2014 عندما اجتمعتم وطالبتم بدستور توافقي ومرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية وبهيئة مستقلة تشرف على الانتخابات؟ تراجعتم كثيرا عن هذه المطالب. أخي الكريم، المطالب تبقى مطالب والنضال من أجل هذه المطالب مستمر. طالبنا بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وسنبقى نطالب، لأن الجهة التي تشرف على الانتخابات يجب أن تكون حيادية، ولذلك هذا مطلبنا قائم رغم مشاركتنا في هذه الانتخابات. كل المطالب المعارضة التواجد في مؤسسات الدولة وفي البرلمان على وجه الخصوص هي وسيلة من الوسائل التي تحقق هذه المطالب، وقد رأينا في المرحلة السابقة تكتل نواب المعارضة كيف كان له دور أساسي وفعال في معارضة مشاريع القوانين، في إحراج السلطة بالرقابة وبالأسئلة الشفوية والكتابية. وهذه هي الحياة خطوة خطوة حتى نصل إن شاء الله إلى المبتغى الأخير، وهو أن تكون الحياة السياسية مبنية على قواعد سليمة تنافسية، الذي يقدم فيها ويؤخر هو صوت المواطن عبر صناديق الاقتراع. أخي الكريم، نعم، نحن لم نتراجع عن مطالبنا، سنستمر في النضال من أجلها، لأن الحل السهل هو أن نترك الساحة السياسية وأن ننزوي وأن نبتعد، وهذا ما تريده. المشكلة ذويبي أستاذ ذويبي أن مشاركتكم لو سمحت لي أن مشاركتكم في هذه الانتخابات التي تصفها أحزاب معارضة كثيرة بأنها مسرحية سياسية ومهزلة يطفي الشرعية ومصداقية على هذه السلطة. هنا المشكلة، أنتم عندما تشاركون تقولون لهذه السلطة إنكم تجرون انتخابات نزيهة، وها هو نحن جزء من هذه اللعبة التي تتم بقواعد السلطة.
أخي الكريم، ثم الأحزاب السياسية الموجودة ثم في تكتل المعارضة جلها شارك في هذه الانتخابات، سواء كان التيار الإسلامي أو التيار الديمقراطي أو التيار الذي يسمي نفسه التيار العلماني، كل أطياف هذه الأحزاب المشكلة لطيف الأحزاب المعارضة قد شاركت، الذين قطعوا لهم الحق في المقاطعة ولكنهم يعني عدد قليل، لكن الذي يشارك يحرج السلطة ويبقى في الميدان. أما كما قلت، الحل السهل هو أن نترك الميدان للسلطة لوحدها، وهي هذا ربما الذي كان تريده. أما اليوم فهناك وعاء انتخابي، رغم العزوف الموجود هناك وعاء انتخابي ينتظر الأحزاب السياسية المعارضة أن تشارك، نعم، وأن يحملها المسؤولية وأن تكون له الصوت الذي يدافع عن همومه وعن انشغالاته وعن حقوقه، وهذا الذي نريده. طيب أستاذ ذويب، هذه الانتخابات التي تجرى بعد 3 أشهر في أيار مايو المقبل ستكون أول انتخابات جزائرية بعدما وصف بتفكيك مراكز القوى أو أجهزة الاستخبارات. هل ترون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة قبل نحو 2 فعلا تجعل الجو أفضل في الجزائر لممارسة سياسية ديمقراطية حقيقية؟ أخي الكريم، نحن ننظر إلى منظومة الحكم ثم هي منظومة واحدة، رغم اختلاف وجهات النظر ورغم ربما تقاسم القرار ثم في المرحلة السابقة، ولكنها في النهاية كانت في كل مرحلة متفقة ومتوافقة على ساحة سياسية ربما بمنظار السلطة لوحدها. لكن اليوم الحياة تتطور، اليوم القضايا الجزائرية تتعقد وقضايا المجتمع تتعقد، اليوم السلطة ليس قادرة لوحدها على مواجهة هذه التحديات، وعدم إشراك الطبقة السياسية يزيد من متاعب السلطة ويزيد من تعقيد الوضع ويزيد من فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك السلطة اليوم مطالبة باتخاذ خطوات حقيقية وباتخاذ إجراءات ضرورية. لماذا أستاذ ذويب، لماذا على السلطة الجزائرية، لو سمحت لي، لماذا عليها أن تستجيب لمطالبكم هذه؟ لا يوجد ضغط حقيقي في الشارع، المعارضة منقسمة بطريقة أو بأخرى، لماذا عليها أن تقدم لكم هذه التنازلات؟ أخي الكريم، نحن نعيش في المجتمع الجزائري ونحن في الدولة الجزائرية ونعرف الواقع السياسي والواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي. في مرحلة سابقة قد تكون السلطة استغلت يعني الواقع المالي المريح لها وللجزائر وشراء السلم الاجتماعي وتوسيع دائرة المؤيدين بشراء الذمم وبإعطاء المال بطرق كثيرة ومتعددة. اليوم هذا أصبح غير متوفر، اليوم هناك حقائق صعبة، هناك وضع اقتصادي صعب، هناك وضع اجتماعي يزيد فيه الاحتقان يوم بعد يوم، هناك وضع أمني كذلك صعب على حدودنا. ولذلك كل هذه المؤشرات وكل هذه القضايا الأصل أنها تجعل من سياسات السلطة ومن خطوات السلطة يختلف عن المرحلة الماضية. والأحزاب السياسية الموجودة هي أحزاب سياسية وطنية تريد أن تخدم الجزائر وتريد أن تتعاون مع كل خيرنا سواء في المعارضة أو في السلطة لتأمين الجزائر ولتحسين وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وللعمل على أن تكون الجزائر في الريادة وليس في مؤخرة يعني الدول سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. أستاذ محمد ذويبي، برأيك من هو صاحب القرار الأهم في النظام الجزائري أو السلطة الجزائرية الحالية؟ أخي الكريم، نحن نتعامل مع الرسمي ومع المباشر الذي يتحمل مسؤولية اليوم في الجزائر والسيد رئيس الجمهورية، ولذلك طالبناه ونطالبه بأن يكون على نفس المسافة من الأحزاب السياسية، رغم أنه رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، لكن طالبناه ونجدد يعني دعوتنا له بأن يكون على نفس المسافة من الأحزاب السياسية وأن يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات وأن يعلن عن ذلك بالإرادة اللازمة والضرورية وأن يساهم
في هذه المرحلة في تعددية سياسية حقيقية وديمقراطية فعلية وليس ديمقراطية مظهرية، لأن هذا الذي ينفع الجزائر، هذا الذي ينفع أمن الجزائر واستقرار الجزائر وتنمية الجزائر ومصلحة الجزائر داخلين وخارجين. طيب هل يساعده وضعه الصحي للقيام بكل هذه المهام التي تطالبه بها؟ والحديث الآن كما تعرف جيدا أستاذ وبي ويعرف الجزائريون هو عن ترتيبات لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بغض النظر عن الجدل القائم حول الوضع الصحي للسيد رئيس الجمهورية، ولكن الآن هو رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر وهو الذي يدير شؤون الدولة الجزائرية، ولذلك المسؤولية ملقاة على عاتقه والكلام والمطالب موجهة إليه قبل غيره. صحيح الوضع الصحي للسيد رئيس الجمهورية يختلف يعني مع سنوات التي جاء فيها، لكن تبقى المسؤولية على عاتقه ويبقى مطالب بتوفير شروط نزاهة الانتخابات وببسط الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، لأنه لا غنى عن ذلك. وكما قلت قضايا المجتمع وقضايا الدولة تتعقد وتزداد يوم بعد يوم، شباب ما يعاني من البطالة ونراه يقوم بالهجرة بكل الطرق نحو الخارج، وهذا غير مقبول بالنسبة للدولة الجزائرية التي لها كل مقومات التنمية ولها كل مقومات النهوض ولها كل مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها. طيب هذا الوضع الاقتصادي المعاشي للمواطنين، موضوع البطالة والوضع الاقتصادي، وأشرت قبل قليل إلى ما وصفته بالاحتقان داخل الشارع الجزائري، هل تتوقع أن يتصاعد هذا الاحتقان مثلا، وإلى أين يمكن أن يصل؟ انفجار ما بطريقة أو بأخرى؟ أخي الكريم، هذا الذي نحن ننبه إليه باستمرار وندعو السلطة أن تتخذ من الإجراءات ومن الخطوات وأن تكون سياساتها غير استفزازية للمواطن، ولذلك حذرنا السلطة ونبهناها لما جاء في قانون المالية 2016 من زيادات في الرسوم والضرائب وكلها أثرت على حياة المواطن وعلى جيب المواطن، ونفس التحذير ونفس التوجيه ما تقدمنا به من السلطة في بمناسبة قانون المالية 2017. هذه الأيام يعني المواطن الجزائري يكتوي بزيادات في فواتير الكهرباء والغاز، هناك كلام عن الزيادة في فواتير الماء الشروب، هناك ارتفاع غير مسبوق في الخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك الواسع. المواطن الجزائري يعاني اليوم معاناة حقيقية، ولذلك نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة الانفجار، بل نريد أن نستبق هذه الأوضاع بسياسات راشدة وبتعاون كامل مع كل القوى الحية في الجزائر، وأن تكون السلطة لها الأذان وأن تكون لها القراءة السليمة. لديكم خطط محددة اقتراحات محددة أستاذ ذويبي لمعالجة الوضع الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي؟ نعم، لديكم اقتراحات محددة أخي الكريم؟ نعم، نحن عندنا برنامج سنطرحه على الشعب الجزائري بمناسبة هذه الانتخابات، فيه محاور كثيرة، ومن بين هذه المحاور هو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والاجتماعي وباقي المحاور، لكن نقول أن الوضع الاقتصادي حتى يستقيم مرهون بقضية مهمة وأساسية وهو الحكم الراشد. فبالرغم من كثير من المخططات والبرامج، لكن في غياب سياسة حكم راشد تبقى كثير من هذه المخططات وتصرف الكثير من الأموال، لكن مؤشرات النجاح والنتائج المحصل بعيدة كل البعد عن الواقع المنتظر وعن الأموال التي صرفت من أجل هذه المخططات والبرامج. شكرا جزيلا أستاذ محمد ذويبي رئيس حركة النهضة الجزائرية، كان معنا من العاصمة الجزائر. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، كونوا بخير.